غير ما في أحلى من الأطفال وابتسامة الأطفال لأريج، الابتسامة الرائعة والخجولة، خصوصا لما يكون في أسنان سليمة، بس يمكن تتحول هالابتسامة لخجل سلبي طبعا من نظرات الناس بسبب أسنانه، أو آلام عم تمنعه من تناول الأكل لما الأم تهمل أسنان طفلة وتتركها من دون عناية، وبتكون النتيجة هي تسوس الأسنان والتهابات متكررة بأماكن الألم. وبتتساءل كثير من الأمهات عن طرق العناية بأسنان أطفالها وكيفية حماية من التسوس، وأيضا متى يبدأ الطفل باستخدام الفرشاة ومعجون الأسنان. اليوم رح نتعرف أكثر على الوقاية الطبية وكيفية العناية بأسنان أطفالنا مع الدكتورة شذى المنقل، ماجستير بطب الأسنان أسنان الأطفال. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. يعني ما في أحلى من ابتسامة الولد، لكن لنحافظ عليها، إمتى فينا نبلش إنه نعتني بأسنان الطفل؟ هلا الام لازم تبدا بالعنايه باسنان طفلها من المراحل الجنينيه، يعني وهي حامل بتهتم بالعناصر الغذائيه اللي لازم تتناولها، لانه الاسنان عند الطفل بتبدا بالتطور والتكون بالاسبوع السادس من الحياه الجنينيه للاسبوع السابع تقريبا، وبتستمر حتى الشهر الرابع او الشهر الخامس احيانا بالتطور. فلذلك اي خلل بتغذيه الام او تعرضها لسوء تغذيه او اي صدمة معينة أو مرض معين ممكن يأثر على على نمو أسنان طفلة جنينة اللي بيكون بمراحل الجنينية. هلأ بعد ولادة الطفل بتبزغ أسنان الطفل الأسنان اللبنية بحوالي عمر 6 شهور تقريبا. الأم لازم تهتم بالعناية بسن أسنان طفلة من أول سن بيبزغ بفم الطفل، عن طريق أنه ممكن تنظفه بقطعة قماش أو قطعة قطن بتلفها حول إصبعه وبتنظف له إياها 2 لـ3 مرات باليوم بعد تناول الحليب بعد الرضاعة. هلا كمان لازم تكون الرضاعة بعد بزوغ السن عند الطفل تكون يعني مبرمجة بأوقات معينة، يعني انه مو خلال النوم طول الوقت الطفل عم يرضع، لانه الحليب لما بيتراكم على اسنان الطفل بيعمل بيتخمر وبيسبب بينتج حموض بوجود البكتيريا طبعا، وهي الحموض هي اللي بتعمل النخر عند الطفل. فلذلك الام بعد الرضاعة الليلية خاصة انه لازم تنظف اسنان طفلة، ممكن كمان تعطيه مي بعد رضاعة الحليب لحتى تخفف من السكر الموجود بالحليب وبالتالي بتخفف من حدوث النخر بهذا العمر. هلا العناية بأسنان الطفل بعدين بالأعمار اللي بعد، هلا ممكن تبلش باستخدام فرشاة الأسنان بأي عمر؟ هلا من بداية البزوغ يعني ممكن نستخدم قطعة قماش أو قطنة، وممكن إذا قدرت إنه تستخدم فرشاة الأسنان ممكن نستخدمها في فراشة مخصصة للأطفال تكون تماما. يعني الأشعار تبعها بتكون ناعمة، بيكون حجمها صغير لحتى تكون مناسبة لحجم فم الطفل. بعمر السنة لازم تكون يعني أكيد لازم تكون بدأت باستخدام فرشاة الأسنان. لازم تضل تفرشيله بإيده هي بتتابعه لعمر 3 سنوات، ممكن بعمر 3 سنوات يبلش هو يستخدم الفرشات بإيده لوحده ولكن بإشراف الأم. بعمر 7 سنين بيكون الطفل قادر على أنه هو يفرش أسنانه لوحده ويتابع عملية تنظيف أسنانه. هلا موضوع كل الأهالي شوي بخافوا على أولادهم منه هو موضوع التسوس، وخاصة عند الأطفال اللي كتير بحبوا يأكلوا كل أنواع الحلويات وبكمية كبيرة، دايما بتم توعية الأهل لأطفالهم من التسوس. اليوم كيف فينا نوقي أطفالنا أنه ينصاب تسوس ويصير تسوس بأسنانهم؟ هلا بالإضافة لتنظيف الأسنان والاهتمام بتنظيف الأسنان لازم نهتم بنوعية الأطعمة اللي عم يتناولها الطفل، إنه نخفف قدر الإمكان من السكريات. هلا من بداية يعني بعمر 6 شهور لما بلش الأم تدخله الوجبات لطفلة، المفروض إنه تبلش بالخضروات، الأطعمة اللي قد ما بنقدر تكون ما فيها كتير سكر لحتى الطفل ما يتعود على طعم السكر، يعني حتى قبل إنه ما تبزغ أسنانه المفروض ما يتعود على إنه دائما يأكل شيء محلى لحتى يقدر يتقبل الأطعمة المالحة والخضروات اللي بتكون خالية من السكر لحتى نقدر نخفف قدر الإمكان من السكريات بفم الطفل. هلأ بعدين لازم تكون كمان تناول وجبات السكريات تكون مبرمجة، إنه بعد تناول وجبة الطعام بتناول فورا مثلا السناك تبعه إنه الشيبس أو بس أو الشوكولا، بعد منه فرش أسنانه فورا، إنه قدر الإمكان ما يكون في فترات، يعني نترك فترات من تراكم السكريات على الأسنان عند الطفل.
بالمدرسة بالفترات المدرسية كمان، إنه ما ياكل بالمدرسة الشوكولا قدر الإمكان، نخفف منه. ممكن تخلي الأم إنه ياكل الشوكولا أو الشبس مرة بالأسبوع بكفي أو مرتين، ويصطحب معه ممكن على المدرسة الفرشات والمعجون خاصة فيه. ممكن بعد تناول السكريات يتناول تفاحة، أو إنه يمضمض بالمي إذا ما قدر إنه يفرش أسنانه، أكيد هذا الشيء بيخفف من تراكم السكريات على الأسنان. على الأسنان. طيب التهابات اللثة المتكررة كمان هي أحد المشاكل اللي عم تواجه الأهالي مع أولادهم، كيف ممكن يعالجوا هي المشكلة؟ وهل دغري فوراً ممكن إنه يحتاج لطبيب، ولا في علاجات بديلة في الأم؟ هلا عند الاطفال هو امر ما له كثير شائع، لانه اكثر شيء التهابات لسه بتصيب الاعمار المتقدمه اكثر من الاطفال، ولكن ممكن يحدث التهاب لسه عند الاطفال لما بيكون في قله عنايه بالاسنان، لانه التهاب لسه بيحدث لما بتتراكم اللويحه. اللويحه هي عباره عن طبقه، بتكون الطبقه هي عباره عن مخلفات جراثيم وفضلات اطعمه بتتراكم على الاسنان، لما الطفل ما بيفرش اسنانه بتتراكم على الاسنان وعلى اللثه، وهي اللي بتسبب التهاب اللثه عند الطفل. حتى يمكن في دكتوره الولد اول ما يبزغ اسنانه بدهم يطلع اسنانه بتلتهب اللثه، هي صحيح. المشكله كثير بيعانوا منها الاهالي للاولاد اللي بدهم يطلع لهم اسنان لبنيه، ففي مراهم معينه عم يحطوها، هل انت مع هي القصه ولا في كمان قصص بديله؟ لانه كثير هذا السؤال شفناه كمان. صحيح، هلا بعمر الست شهور تقريبا، او انه يعني من عمر 6 شهور لعمر السنه ببلش الطفل تبزغ اسنانه، ممكن انه يتصاحب هذا الشيء مع تورم باللثه، ممكن الطفل يعني يعاني من الم او يبكي كثير. هلا في عده طرق لحتى الام تخفف له من الالم عنده، ممكن مثلا انه العضاضه اوقات بتساعد، تناول الاطعمه البارده، انه مثلا اللبن اللي بتجيبه من البراد فورا انه بتعطيه الشيء، الاطعمه البارده بتخفف، كمان العضاضه اوقات اذا حطيتها بالثلاجه واعطيتها اياها كمان بتخفف من الالم. هلا اذا كثير كثير اضطرينا انه كثير كان الالم شديد، ممكن تعطيه باراسيتامول مسكن حتى تخفف من المه. طبعا مو كل الاطفال بيعانوا من الالام، احيانا ممكن تبزغ اسنانه بشكل طبيعي بدون ما يعاني من اي الم. كمان موضوع تبديل الاسنان امتى بصير، امتى نحن بنقول انه اولادنا تاخروا بتبديل اسنانهم، امتى بتكون هالحاله طبيعيه؟ هلا بيبدا تبديل الاسنان عند الطفل بعمر 6 سنوات، بتبدا اول شيء رحل الارحاء الدائمه، بتبزغ الى الخلف من الاسنان المؤقته. الارحاء الدائمه بتكون عند الطفل بعمر 6 سنوات، يعني انه بلش تبزغ عنده. بعدين بتبلش الاسنان الاماميه السفليه ثم العلويه. هلا اذا تاخر عن 6 سنوات ممكن 6 7 سنين، يعني بالحد الاقصى 8 سنين لازم تكون باصبع عنده الارحاء الاولى الدائمه والاسنان الاماميه السفليه. هلا في عده اسباب لتاخر بزوغ الاسنان الدائمه، ممكن تكون اسباب وراثيه، ممكن تكون اسباب مثلا انه تعرض لرد سن معين، انه اثناء اذا كان في سن مؤقت موجود وتعرض لرد او صار في خراج مثلا، فهذا الشيء بياثر على برعم السن الدائم قبل ما يبزغ وممكن يسبب تاخر ببزوغه. هلا ممكن السبب اذا كان تاخر بزوغ معمم على الاسنان، ممكن يكون سبب كمان لما بالمراحل الجنينيه عند الام اذا صار في مشاكل، او تعرضت الام يعني لمرض معينه اثناء الحمل، او ممكن الطفل بالاعمار المبكره عمر سنه لسنتين تقريبا اذا تعرض لمرض معين ممكن ياثر على براعم الاسنان الدائمه عنده ويسبب ضمور فيها. هلا امتى هون لازم الاطفال يعني يتوجهوا لعند الدكتور المختص؟ انه اذا تاخرت تماما تقريبا بحدود 7 ل 8 سنوات، بحدود 8 سنوات يعني كحد انه تقريبا اذا ما بزغت الاسنان الدائمه، المفروض انه تبزغ الاسنان الدائمه الارحاء الاولى الدائمه والاسنان الاماميه السفليه، لازم انه تروح عند الطبيب بيعمل له صوره اشعه بيبين معه اذا كانت موجوده البراعم، الاسنان الدائمه موجوده مكتمل تكونها او لا، اذا كان في مشكله ممكن يكون في مشكله تراكم او ازدحام بالفك، يعني اذا كانت الاسنان حجمها غير متناسب مع حجم الفك او مع حجوم الاسنان المجاوره، انه بصير ممكن ازدحام بيؤدي لاعاقه بزوغ بالاسنان. ممكن اذا كان السن المؤقت انه فقد بشكل مبكر، هذا الشيء بيؤدي لتسمك الانسجه اللثويه وبالتالي اعاقه بزوغ للاسنان الدائمه.
في بعض الأمراض أيضا بيحدث فيها تأخر ببزوغ مثل متلازمة داون مثلا أو نقص فيتامين د. في حالات معينة بتسبب تأخر ببزوغ الأسنان دائمة مثل متلازمة داون ومثل نقص فيتامين د أو نقص الكالسيوم أو الفوسفور أو هاي المشاكل. أكيد دكتورة، لكن العناية بابتسامة أطفالنا بتبدأ من مرحلة الجنين والعناية بالغذاء الصحي وأيضا العناية بنظافة الأسنان. يعني هي مختصر الفقرة الطبية للحفاظ على أسنان الأطفال. نحن نتشكرك على المعلومات القيمة اللي أعطيتينا إياها، شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك دكتورة.